الاسم نايف الرفيدي طال عمرك. والله هنا انت نايف فاخر شطر فتحت جروحا تعلبك في اليد لما تقول عسى من يلومني. عسى من يلوم عيوني يبدا مع هذا اليوم يذوق الحزن في دفنه الاشجع اخوانه. ايه انا فارد جنحاني يلي ترد القوم وبنات الفكر من فقدهم حيل هلكانه فبنشدكم برب العباد الله القيوم يا كيف الصقر بيطير من جنحانه. صح لسانك صح لدنك. كلمة أشجع إخوانه فتحت لي جرحنا مسكر يا نايف. أنا عودي. إيه أنا اللي يخون جعله في الجنة في عمركم توفى قبل سنة فبين الوقت والآخر يطري لي. إذا شفت عمركم الشباب هالحين يطري لي، يطري لي في شكلكم، يطري لي في طموحكم، يطري لي في أخلاقكم. واحد إن جعل موتاكم المسلمين في الجنة لو تهاوشه ولا تقول له اللي تقول آخر شيء يعترض عليه يقدر يقول لك إنه يدنك. هذا آخر حد إنه يعترض عليك، يعني ما يتجي منه لا زلة ولا تجي منه هفوة. فدام إن أحياء أبى أقول لكم شيء من أسرار الحياة، دام إنكم أحياء اعتنوا باللي يستاهلون العناية، اعتنوا بأهلكم، اعتنوا بأحبابكم، اعتنوا بأصدقائكم. حنا رايحين في عمر شباب ولا في عمر كبير ولا بحادث ولا بأي شيء، وش خلينا؟ أنا عندي مساحة وقلت فيها حياتنا ذكريات، كل اللي نسويها الحين ذكريات. جيتكم قبل ساعة صارت ذكريات يومنا برا، وبطلع منكم شوي وبتصير ذكريات، ومر علي محمد بن سراج وذكريات، ومر علي خالد السهلي وذكريات، والقرقاح وذكريات. وش خلينا للناس من ذكريات طيبة تذكر لنا؟ هل خلينا جعله في الجنة الله يذكره بالخير؟ وش الأثر؟ انتبهوا تحسبونكم في هالدنيا انكم طولين مهما انطالت بناره، بس وش البصمة الأخيرة؟ ونعم الله يذكره بالخير، هاك الوجه جعله في الجنة ونعم من رباه. هذا الأثر اللي يقعد البصمة. كل منا رجال له بصمة خاصة مكتوب عليها اسمه، وش أضفناها؟ بصمة في محتواي، بصمة في شكلي، بصمة في ديني، بصمة في طريقتي، في منهجيتي الخاصة في الحياة، في خلقي، في تعاملي مع أخويا. هذا عينه وهذا راسه وهذا بناخي وهذا حبيب، ما فيه ولا واحد يعتقد داخلي أنه أفضل من أي حد، كلنا واحد. يقول مثل اللي أنت عليه الرجيل عليه، أنت تشوف نفسك أنك وأنك وأنك كل رجال مثلك ومثلك ومثلك. لا حد يعتقد أنه على راسه ريشة ولا أنه مميز أنا أفضل منهم، لا لا ما أنت أفضل. في حكيم نادى عياله، عنده 3 أبناء. الله اللي يحبها. أنا أحبها وتوجعني. والله اللي يحبها. نادى والله حكيم. نعم الحكمة، ترى الحكمة أفضل من الشعر وأفضل من أي شيء. لأن الإنسان لما يصل إلى درجة عالية من الحكمة والوعي، ترى يصبح يشوف الحياة بمنظور آخر. الناس يشوفوا لهم طريقة ويشوف له طريقة واحدة. كأن الحياة عنده شو يسمونها؟ لا لا اللي في اللي في التلفزيون يقول دي تشي 3 ولا شو اسمه؟ شريط ها؟ لا مو تي في. العالي الجودة في 3D. يصير يشوف الحياة بHD. يقدر يفلتر الزين من الشيء، يقدر يقيم الحلو من الغث، يقدر. الكلمة العائلة ما يرد عليها، الكلمة المفرحة ما تكبر راسها زيادة، يصير خلاص وصل على الطموح. نعم تربى على عرش الحكمة والعقلانية. الحكمة اللي أعلى نضج. نعم. وين؟ فيه نضج وفيه رشد وفيه حكمة. الحكمة صرت تصدر طاقة للناس، لقال فلان حكيم. فبقول لكم قصتين، واحدة لخالد وواحدة لكم، لا حد يسمعها للخالد لك. في رجل حكيم يقول نادى 3 عياله، يقول نادى الكبير قال وش تشوف الرجال وانا ابوك؟ قال الرجال والله اشوفهم لكم الكرامة مثل الذبان ولا شيء ولا شيء. قال ابوه الله يعطيك العافية الله توكل الله. نادى الثاني قال وش تشوف الرجال في عيونك؟ قال أشوفهم
نقص من قدرهم بعد ما اعطاهم حقهم نقص فيهم قال اشوفهم اشوفكم اشوفهم مدري ايش قال ابوه الله يعطيك العافيه نادى الصغير واخر واحد بعض المرات انا سالوني في التلفزيون السعودي نفس السؤال اللي بقول لكم قالوا هل النضج يجي بالعمر لا انا دائما وفي حياتي يمر علي ابو 20 قسما بالله انها اقل من ابو 60 سنه اي والله لذلك لا تقيدون انفسكم ولا تحقرون اعماركم انا توني صغير احيانا توجه بعد الحياه اي إيه وبعضهم كبير يقول ما بقول لها الورع يعلمني اي والله النضج نتيجه خبرات سابقه ونتيجه مواقف وصلتني لهالنضج المهم نادى الولد الصغير قال وش تشوف الرجال قال اشوفهم يعيبه مثل الجبال اوه فعلا الرجال جبال في شاعر الله يجعله في الجنة اليامي علي بن بلال على فطيح يقول آمي يقول منكم من ربعكم يقول بالله بالله تطلعي بالله تشوف وتطلع في الرجال وفي الجمال وفي الجبال وقرن بعضها في بعضها شبه الرجال بالجمال وبالجبال فعلا كلمة رجل ذكرت في القرآن في ثلاث مواضع وجاء رجل من أقصى المدينة يعني الرجولة حتى في القرآن وش هي موقف موقف فيه عاد سالفة تحبونها الشباب هذه عاد الأخيرة مي بالخاد وش قال الشاعر الشاعر قرب هذا وقال قرب عياله وقال هذا أنتم تشوفون الرجال في عيونكم ذبان هم يشوفونك مثله بالمثل وأنتم شو تشوفون الناس تشوف الرجال ريجيل وجبال ولهم هيبة تراهم يقدرونك في المقابل أنت وش تشوف نفسك إذا كانك تثق في نفسك ترى الناس تثق فيك إذا أنت محطم نفسك ترى الناس يوصلهم التحطيم حقك طيب عشانكم شباب إن شاء الله بتزوجون لطلعتم من هنيه